اوكي السلام عليكم، الزوج لون أعوذ بالله من الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ حسن عادل يتكلم من غرفة سيتي ليدين، الغرفة العائلية المحترمة. سمحونا بك اليوم، شأنها تحتمت، ماشي تحتمت، شأنها شوية روطة على جال خونا مصطفى طاليس اللي قال لك حسن شأنها غطوا عمره على الأم تاع عائلة العوفي حمودة وعمار ونور بن الله يرحمه، محمد الله يرحمه إلى آخره. صار مشكلة، هذا الأم تاعهم توفات، سميو مصطفى يحكي لنا عليها. مصطفى الله يسجدك، تفضل. مقدم. السلام عليكم سيف الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح واش الألماني؟ والله قد مصطفى مصطفى عطينا كلمة تاعك. سيف الدين ماسكي، راه بالماسكي. حسن أو واقيلا سيف الدين أو سيف الدين كان يكومونتي من قبيلة، وأنا واش نقولوا؟ سي مالوكر سي مالوكر، هذا ما كان حسن والله العظيم، غير للأسف للأسف وين رانا رايحين؟ تشوف جارتك يماك، ماشي تقولها جارتك، يما هذه اللي مات، ماما ما نعرفهاش بصح هذه امي، يما عشت سيف معاها، الدين دقيقه دقيقه كبرت معنا. كبرت معانا، فهمت؟ كما قلت معلش. بلك هاد الام اللي ماتت هذه دار حموده، بلك كانت تدعي للناس لاولادها، شغل هي عندها اولادها. شكرا مصطفى، شكرا. في الغربه كانت تدعي لنا بالخير، يا ولاد لي دين راكم في الغربه، بلك كانت تدعي لنا، راك فاهم؟ والله للاسف يا حسن، والله شكرا. جي با ديمون نقولهم، قول ريدي باسكو انت راك بعيد مصطفى، ما عندكش معلومات كيما سيف الدين. على بالي جبنا سيف الدين رابح، واش كنت على هذا باش سيف الدين يدخلنا في الموضوع؟ واش تقول؟ نخلي سيف الدين يحكي لنا. انا غير ما دخلت سمعت مصطفى مقلق، حبيت نعرف واش كاين. خلاص باش نحكيو عن النخوه تاع المحمديه وسيف الدين على باله. قلنا سيف الدين اللي عايش يعرف لي دين ويخدم في الصحه هو اللي راح يحكي لنا. سيف الدين مساء النور خويا، توحشناك. السلام عليكم، واش راكم لاباس؟ غرفة المحمدية. الله يسترك خويا سيف الدين. الحمد لله راكم بخير وعلى خير، ونعظموا الاجر ديما انا اللي توفات، ربي يرحمها ويوسع عليها وربي يعطيهم الصبر والصبوان. امين. الغلطه الاولى اللي نهضر عليها، انسان كيحب كيما العمري وكان عيط لي ليا، كنت انا نجيب الطبيب ونجيب لومبيلونس ونجي. الله يسترك سيف الدين، الله يعطيك. عيط له ما كانش اوكي كونتاكت، ما قدرتش كاع كونتاكتيه. هذه وحده. نولوا للبيت القصيد، للمشكل اللي صرا. المشكل هو اول حاجه الناس واش دير؟ عندنا دو ديسبونسير، عندنا ان ديسبونسير في لي دو، يا اخي هكذا. نعم. اسكو يخدم ولا ماهوش يخدم؟ هذه واحدة. زوج، عندنا بوليكلينيك في لافيجري تابعة لينا. نعم. اسكو راهي تخدم ولا لا؟ في هذه الحالة انسان كي صرا له هذه مصيبة، كما سماها ربي إذا أصابتكم مصيبة. توفت الوالدة، واش ندير؟ نرفد ليدري فامي ونروح لمركز الشرطة. نجيب التسخيرة. هي لا ريكيزيسيون. من عند الشرطه قال السلام عليكم، عندي الوالده ولا اخي ولا امي ولا زوجه ولا ابن ولا حاجه، عندي وفاه باش تعينوها. الشرطه واش دير؟ تروح ديسبونسير اللي قدامها تابع للسيكتور، قال المحمديه لا فيجري، تروح اسمعني مليح، تروح لا فيجري، تروح المحمديه، تروح لي باناني 5 جوي باب زوار فوردلو، هذو كاع فيهم دي ميدسان. تروح للسيكتور اللي تابع ليهم او بي اس بي برج الكيفان درقانا، حنا هذا لي دو ديسبونسير تابعين لينا. زيد تاع لي باناني تابع لينا، سياج تاعنا جيف سوريكال هكذا. اوكي نعم. يروحوا هما والشرطه بلا ريكيزيسيون، يخرجوا لو ميدسان، يجي يدير لا كونستاتاسيون تاعو دون لي نورم بوسيبل، دون لي نورم ما كان فيها حتى اشكال، ما كانش طبيب. انا كي قالوا لي ما كانش طبيب، او لي دين ديسبونسير اللي في لي دين، وين راهم الميدسان اللي كان في الديسبونسير؟ لا فيجري بولي كلينيك، وين راه الميدسان؟ انا ما فهمتش كيفاش ما كانش ميدسان، ما فهمتش.
انا كل يوم نخرج ندير كونسات دي سي يوميا. لي كونسات دي سي سوا نو سيسبكت ولا مور ناتورال. كي عاين الطبيب هو يدير لك، ما كاش منها يقول لك الطبيب هذيك مريضه انا ما نخرجلهاش. خرجنا الناس ماتوا بالكورونا وخرجنا، كيفاش ما تخرج؟ كي تجيب له تسخيره، تجيب له تسخيره من عند الشرطه، كيفاش ما يخرج؟ انا نعرف هكذا والله اعلم. او انت عندك خبره لازم تسقسوك انت سي. عندي 20 سنه نكون في كونسات شوب، وليت اصبحت خبير في لي كونسات دي سي. نعم. كي نشوف الميت نقول لك واش كاين واش ما كاش، تربح صافي المعلومات اللي كاينه مع العمليه. جي با ميتسان، جي با موادي هكذا صافي المعلومات. العمليه راه مناقصين شويه ما ماهيش كومبليت. كيفاش؟ فهمنا حاجه اخرى واحده اخرى، فهمنا حاجه واحده اخرى اخونا سي الدين. انا قلت لك المعلومه والشريط اللي داروا العمري كان سوء تفاهم. كان سوء تفاهم. شوف حاجه بسيطه جدا. نعم حاب يقول لك حسن واقيلا بالك العمري ما فهمناش مليح ولا ما وضحناش الامور مليح. ربما انا عيطت له ما حكمتوش، قال عيطت له قلت له ما عندكمش ميدسان خلوها عليا انا ندبر راسي، نوض الكروسه نهبط للقطاع الصحي نروح لا بوليس قبل نجيبوا لا ريكيزيسيون ونروحوا للميدسان نجيبوا لكم ميدسان. السلام عليكم. هذا ما كان، ما في حتى مشكل. قالت لك عندهم طبيبه، ما عندكش طبيبه اللي قالت لهم مريضه ما نخرجش ولا جون سي با. تخرجي سيف الدين الخال الوراه دوكا. انا حبيت نسقسيك، انت راك تقول نتبعك، زيد فضلك نتبع كلامك واش راك تقول. انت قلت عيط للعمري ما ريبونداش، اسك العمري شاعل لو لايف لو مومو هذاك اللي كان يدير لايف فيه، لكن كانوا محتاجين طبيب، اسك عيطوا هذاك المومو ما رفدش ولا اسك انت يا هذاك المومو اسك كان عندك شغل النوتريدي تقدر تروح الليدين، كنت قريب تروح الليدين باش تفريها لهم، ولا تقدر تكونتاكتي واحد اخر لو قريب عليك انت في الحومه ولا الليدين تعيط له تقول له روح عيط لكل العمليه في التليفون عليا، ولا قول له عيط لي. اسك كاين شغل؟ ما عنديش اوكي كونتاكت، وانا ما نقدرش نافونتوري بلا ما يكون عندي معلومات، فهمتني؟ ما نقدرش جو مافونتور نروح نجري وهي ما على باليش الا فراوها ما فراوهاش، وراه ملاحقين اكل نيفو راه ملاحقين. شوف معليش هذيك الباب نكمل غير هذه خالتي، مع هذيك الباب تقدر بالك ما على باليش دوك انا ما نقدرش بالك كيما انت تكون بعيد سي الدين دوك، الا كنت قريب كنت تقدر زعما تسوق اللي دين تلحق لتما تبروبوزي لهم فراوها ما فراوهاش تقول لهم رانا هنايا انا ندبر راسي. انا كنت انا بون كنت بعيد، المشكل ماشي بعيد، ما عنديش اوكي كونتاكت. كيفاش نكونتاكتي؟ لازم نكون اون كونتاكت باش نقدر ندير الاجراءات، ما نديرهمش افيبلومون. بالك جو دي بلاص من بعد ما يقول لك خلاص ما كان والو. هذه هي الاشكال وراه. ما كاين لا كورديناسيون ما كانش. كيما كاينش لا كورديناسيون. مشكل. معليش الامر هذا. لازم يكونوا لي كونتاكت مع ولاد ليدين ولاد حومه بيناتنا، لازم يكون عندنا لي كونتاكت بيناتنا. هاي الحاجه المليحه. راك نتايا الحق دوز المومو سيف الدين باش تسيد دير حاجه مليحه تسهل الامور، راك ما قدرتش تتصل بفلان. جاب لي ربي ستو لو سون هنا تقدر تعاود تجيب لي نيميرو مع عند الناس ولاد حومه اللي قراب عليك. يا اونكا يا ولاد حومتي كش ما تحققوش حاجه ولا راني هنا. شوف اسمعوني مليح، الهاتف ديالي 05 61 27 57 12 هكذا. 05 61 27 57 12
ان شاء الله ان شاء الله بارطاجيوه ان شاء الله كاع نشوفو بيكسيف دي. نعم نعم شكرا الله يسلمك. المهم هاد الحوايج كاين انا على حسب ظني كاين سوء تفاهم. سوء تفاهم هذه باينه هذا واش كاين باسكو هذه الحاجه ما فيهاش اشكال بتاتا. عندك في حاله واحده بار اكزومبل بعيد ان شاء الله قدر الله واحد وليد حومه لقاوه جثه هامده في الزنقه واحد ما يمسو لازم تجي الشرطه تعايلو ويخرج البروكيرور يمد سخيره من عند البروكيرور. في هذه الحاله كي تلقى واحد جثه في الطريق ولا انا طوندي دو سويسيد سلاك دو سويسيد باش يوقع فيها هذه وباقي اما كيما هذه عندك الوالده توفات في الدار ولا الاب ولا اي كان عندك ان دوسي ميديكال افورنير الى عنده ان دوسي ميديكال بلي مريض هذا السيد ام يحطوه ما ناتورال بيان سور سانازماتيك ولا عنده كورونا ولا جون سي با ايلي مالاد كونو شي لي ميدسان الله يبارك سي ايليا ان بروبليم الى با ان دوسي ميديكال باين كاين مون سوسبكت تو سامبلومون. هذا ما كان بصح الاجراءات الاوليه الاجراءات الاوليه انك تذهب عند مركز الشرطه تبلغهم باللي عندي وفاه وهما يديروا لك التسخيره تاعهم ويخرجوا معاك للميدسان تروحوا للبوليكلينيك ولا سونتي اللي قدامهم تروحوا للميدسان يخرج معاكم انترفيو مع السيتوسكوب وتربح تما. هذا ما كان ما فيها حتى اشكال. صح بارك الله فيك خونا سيف الدين. حبيت بك واحد تدخل قليل هكذا خفيف هكذا على كل حال يا خويا. اول ما حاجه نترحموا على يمه حموده ربي يغفر لها ويرحمها ويعافيها ويعفو عنها ويكرم نزلها ويوسع مدخلها ويغسلها بالماء والثلج وبرد نقي من ذنوب من خطاياك ومن نقي الثوب الابيض ومن الدنس. اللهم لا تحرمنا اجرها وتفرج بعناها. حبيت نقول هذا الامر حكينا عليه عندها واحد العام ولا عامين قبل ما تبدا واقع الكورونا قاعد كنا نحكيو على مستوصف يكون ميدسا حاضر في المحمدية في الديسبونسير. هذه كاين ديسبونسير على بالي. هذه النقطة السلبية اللي رانا نشوفوها في المحمدية. احنا نهضروا في اللايف على كو ياخذوها بعين الاعتبار ياخذوهاش بعين الاعتبار. حنحكيو تاخذنا الغيرة على حومتنا كانت فيها نخوة في المحمدية عندنا طبة في المحمدية كاين طبيب ينزل من الدار هو ياخذ القرار عنده الكاشي تاعو ينجم يديرها هذه دوكا عاد يخافوا كورونا ينجموا يديروها. انا داروها معي الله يرحمها ينجموا يديروها وكلش فهمت راحت هنا كتبت مقبلات في اللايف الاولاني كان داروا حسن مع مصطفى راحت النخوه في المحمديه. العملي دوك حنا ما نرموش اللوم على اكس ولا ايكغ. العملي على بالي مسكين دار واقيلا ما جاش كاع في بالو كلاتي بحموده. انا ما عرفتش وصل الامور انا نحلل بالتحليل تاعي الانسان اللي صار له الوفاه يكون ما يكونش كاع في وعيه. هذه ام فقدها ماهوش فقد هذا فقد ام ماشي حاجه سما الغاليه في الدنيا هذه الام. انا نعرفوا قيمه الام هكذا الام هي الغاليه كاع. يكون في حاله هارب انت خويا سيف الدين عنده خبره باسكو شافوا جاز في امور كيما هذا يكون رزين ياخذ كيما نقولوا الاجراءات. في الاصل جيران تما شافوا مسكين حموده وخوه ما قدروش وشغل شوك جاتهم الموت على غيله هذه يسموها الغفله فهمت. شغل جات زربه ما كناش كاع سناو فيها وجات. هنا الجار الجيران وراهم الجيران صح. العملي ماهوش يكون يقدر يكون في كل بلاصه ولا يكون صح مشكل واقع نحاول يدير ما باش ما هضرتش باش كاع اللايف تاعو. انا غير شفتكم تقصروا حسن ومصطفى حبيت ندخل باش نقولوا يا جماعه وراي النخوه تاع المحمديه وراهم هذيك الاولاد حومه التعاونوا صح كاين مرض ودور في بالكم ما يمه حموده اخونا الله يرحمها ماشي الاولى وماشي الاخرى حدو كيموتوا بزاف بس هذا اميكرون صح ينتشر يعدي بزاف يقيس الناس الكبار اللي ما عندهمش المناعه شحال هضرناها وقلناها. دوك هذا المرض ديرها في بالك حتجي الحمله كيما صرات لنا في العام اللي فات اللي ماتوا في نهار 20 واحد من الحومه في كاين عائله ماتوا فيها زوج خاوه. دوك يا ناس نظموا الناس الحومه نظموا ماشي غير من اليدينا نهضوا لي باناني لا فيج اللي قدام منا كي تصرى واحد حفصه كيما هكذا تصالو كيما قال لك فاجعه كيما هذه الجار يوقف معاه هاو دوك سبحان الله هاو خونا سيف دي خلاني ميرو تليفون او طوع يا جماعه راني هنا نجيب لكم بارك الله فيه. ما كاينش قلال وماهوش يسكن في الحومه ديروا في بالكم ما سيف الدين ماهوش في الحومه عنده بزاف اللي خرج من الحومه
فهمت؟ بصح ما زالت لك الغيره تاع الحومه وراهي النخوه تاع ولاد الحومه توقفوا مع جاركم. انساو الشكليات هذه راه يموت رابح. انساو الشكليات راك فاهمني شنو نقول لك. ننسى المشاكل تاع بكري ولا الحكايات هذه. صح المرض اسمحني مصطفى ولا غير اسمح لي نكمل الفكره. صح المرض هذا انا نشوفه حتى في اوروبا فرق الناس فرق فرق ضرب بزاف كما نقولوا السوسيال تاع الناس. الناس تخاف ما تسلم عليا صح من الحيطه والحذر لازم هكذا لا تلقوا بانفسكم تهلكا اكسيتيرا. بصح كاين نخوه تاع واحد يعاون كاين واحد نخوه تاع واحد يعاون سبحان الله وراهي النخوه تاع محمد. دوك هذه الحكايه تاع الديسبونسير سي لوكازيون. دوك حنا نهضروا هنا نهضروا انه في اوروبا ما فيها لا نقال اجمل سي لوكازيون باش ياخذوا الاجراءات كما قال سي خونا سيف الدين تاع لازم يكون طبيب ديسبونيبل. محمد يا ماي صغيره محمد يا راه فيها لي بانان يكدا منا اي ايماجيني موتور 4 5 في نهار واحد طبيب واحد يكفي لا بوليس ما يكفيوش. يقول لك هاي راح الطوموبيل تاع لابويس البانانيه وماتوا زوج اسمع لا فيجي ومات واحد. يقول لك حبيبي ما عنديش لك ما عنديش لا كاباسيتي جي با لا كاباسيتي باش نغطي المحمديه كومبلي. سي سا وين تكون الجار هنا الجيران والناس كيما الاطباء يا ودي شوف اعمار بيد الله كاين اطباء صح يخافوا يقول لك انا عندي عائله عندي الاخر شفت الكوفيد نخاف نهبط نمسو يحكمني نعدي ماليه ندير كذا ديكا. بصح كاين القضاء والقدر خيره وشره كذا واحد يامن بالقضاء والقدر. تفضل مصطفى اسمح لي على الاخر تفضل. اسمع شوف شوف ربح خويا عضب اللي كي تكون انت كي تكون زعما نقولوا راح ينوض الحرب في بلادك راك في الارمي ما تقدرش وراك انت خدام في الارمي كي يلحق وقت الحرب في بلادك ما تقدرش تعاود تولي لور تقول ها هو ما غنخاف نموت عندي ولادي نخليهم راك في الارمي خدام نهار تلحق الحرب في بلادك تروح تجاهد خويا على بلادك هذه هي تما حب يقول ما من الطبيب راهو يروح يجاهد هذا جهاد ثاني اخلاقيه المهنه او يعرفها سيف الدين اخلاقيه المهنه يسموها اخلاقيه المهنه يسموها حب يقول باش تقول لي باش تقول لي انت يا ام ميدسان يخاف يخاف يحكموا الكوفيد هذه هي سي ان بو غراف راك مسؤول دبر راسك مصطفى اسمح لي دقيقه مصطفى اسمح لي العمري كيهضر في الشريط ماشي قال خاف ماشي قال لك الطبيب قالت له نو قال لك انا حايل اسكو الطب راهم خايفين من الكورونا ولا كان يهضر وحده كيما يقول لك بزعاف تاعه هذا ما كان ماشي الطبيب قالت له نو حاجه المؤسف والله سوتو عندنا زوج سمانات غير شفنا خمسه امهات توفوا خمسه زوج سمانات خلينا هذيك العام اللي فات خلينا ما نهضروش هذيك العام اللي فات مي زوج سمانات هذه الام تاع بوبريت خونا اسمه باتيمون جديد بوبريت بريمير ايطاج يما تولد القاضي محمد وحسن وجمال الى اخره الام تاع بوزيت باتيمون جديده الام تاع العوفي اليوم الله يرحمه يما مقبل رابح يما لازم خذوا حذركم لازم يما عاطف لافامي العربه والله زوج سمانات راه سته كاع سته امهات راحوا هذه زوج سمانات حنا واش نقولوا ربي يقولهم ويوسع عليهم امين ان شاء الله ان شاء الله نعاودوا نردوا الحركه تاع ولاد حومه يتلاقاو ويقصروا ما تبقاش هذيك فوضى وهذا يهضر على هذا انسى حسن بيت الحق للمو حسن مابقاش هذيك هذا وهذا وهذا كنسى ماناش هنا نديروا لي كونكيرونس انا مع نروح مع سيف الدين نقول له سيف الدين انت معرفتك وانا معرفتي ويلا نديروا كونكيرونس لا هذا واجب علينا حنا طلعنا في الغربه من نعم واجب نعم نمدوا لي ميساج هذاك انا هاوليك دوك هاوليك سيف الدين هو بعيد عليا شحال من المسافه راه بعيد عليا اطلع الى انت اللي شيل هذا الشيء اطلع يا خويا شتي لوسون سيف الدين بالك حنا سبابرك اللي درنا اللايف الله يعطيه الصحة طلعنا سيف الدين وزاد لك له قلبه قال لك ها يما هكذا طاليس اوكي هاو النيميرو تاعي تسحق لي طاليس يموتك شي واحد هاو لك 00468 ها عطاكم النيميرو فاهم هذه راه ربي جاب لك سيف الدين جابوا سبه بون حنا سبه والله سبه لازم ضحيت هذه فمي مقبله جيت نقولها لا تقلق كمل دوك نقول لك حاجه لازم حنا ولاد اليدين
حنا ولاد ليدن لازم نديرو هكذا، ماشي تجي كل واحد يوقب على واحد الا ربح ولا خسر في حياته، راك فاهم؟ لازم نتحدوا حنا ولاد ليدن، لازم نتعاونوا، لازم نترافدوا ان شاء الله ان شاء الله. شوف كي نتعاونوا هي كاينه مصطفى، مازالها فحومه، مازال عندنا ديك شويه الحراره مازالها. الصوت تاعك او يروح مصطفى او يروح ويجي من معليش معليش مصطفى معليش باش ما نخرجوش على الموضوع. بزاف لي كومنت لي نعم مصطفى الله يعطيك الصحة شكرا. معليش 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 هذيك شكرا 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 مصطفى الله يعطيك. ما تمنى الحرارة على حومته غير على حومته مصطفى. هذا هو النخوة مصطفى فيه النخوة. نعم هذا هو نعم. مصطفى هذا هو مصطفى طالب. مقبلة مقبلة كنت مريح في الدار مصطفى تليفون لي قال لي دير لايك الله يزيدك نشوفوا على الأم تاع العوفي. قلت له والله يا مصطفى غير غاد وجد العمري غير غادتني غادتني بزاف لو كان كنا في حومة نديروها مازال. ومن بعد شيف الدين مسكين وحده بدا يقول طلعوني طلعوني باسكو مانيش نشوف لي كومان انا لازم نخرج من هذه الغرفه باش نشوف الناس تهضر ماشي كيما اسمه لابليكاسيون الاولى الاولى نقدر ندير لايف ونشوف ناس. ومن بعد قلت له خاصني في الدين المقبل ويقول طلعني طلعني عاود طفيناها وعاود شعلناها على جلسي في الدين. سيف الدين كاع راهم يشكروا فيك بزاف بزاف ولاد حومه. طاهر بن يوسف راه يسلم عليك بزاف بزاف قال لك الله يعطيك الصحه. يسلم عليك بخير ان شاء الله يسلم على كاع ولاد حومتي. نعم قال لك الله يعطيك الصحه على الامر هذا اللي قلت لهم نجيب يعرفك هايك نعرفك مليح بزاف. خونا طاهر طاهر من الوهران طاهر بيلانس يسلم عليكم قال لك الله يرحمها. خونا حسن عزوق راه بريطانيا عطاكم الله يرحمها ويسع بها الله يعطيكم الصحه على هذا اللايف. الاخت قماري ليندا الله يعطيها الصحه قالت الله يرحمها ويسع عليها شكرا يا ولاد حومتي نحبكم. خونا رايب رايب بريطانيا قال لك الله يرحمها ويسع عليها الله يعطيكم الصحه على هذا اللايف. طاهر حسان كاع راهم يسلموا عليكم قال لكم الله يعطيكم الصحه على الامر هذا اللي كاينه حركه على ولاد حومه الله يعطيكم الصحه. ونشكر بزاف بزاف خونا العمري اللي دار هذا الشريط الله يعطيه الصحه وربي متصبر لعائلة العوفي حمودة وعمر إلى آخره. وإن شاء الله وش نقولوا إحنا يا يد في يد واللي توفوا ربي يرحمهم واللي مرض ربي يشفيهم ها وش نقولوا إحنا يا. أتكلم نعم مصطفى حسن كاينة حاجة واحدة أخرى دوك نعم. إن شاء الله نتصلوا مورك بي نتصلوا مورك بيلهم فهم هو اللي راهو حاليا دوك راهو مسؤول تما في البلدية نزيدوا نهضروا معاه باش يزيد يعاون هاد اللي باش ما تجيش تصرى الكارثه اللي صرات فهمت. يروح يزيد يشوف يروح يشوف لي ديسبونسير هادوما اللي راهي لي ديسبونسير اللي راهم مراد في الحومه تاعنا فهمت اللي راهم مراد راهم لازم نسحقوهم بالو كانوا نسحقوهم. دوك كيما مراد بيلوم راهو رئيس البلديه هو دوك ياخذها بعين الاعتبار. سيف الدين سيف الدين وقال لك سيف الدين وقال لك مصطفى قال لك لا كاين مشكل نورمالمون ماهوش مشكل هذا ديليفري فامي روح للشرطه والشرطه تتصل بالطابله وقال لك سيف الدين وعنده خبره ما هذا الشيء ماشي كيما تقول نتايا كيما تقول لي ما عندهاش البلديه. ايه انا قلت لك البلديه ما عندهاش دخل مقبله قلت لك البلديه ما عندهاش دخل. حنا طونك وليد حومه راهو تاع البلديه هو اللي راهو مسؤول في البلديه وليد حومه عنده غير على وليد حومه ولا جون سوي سور باللي مراد بيلوم ياكلوا قلبه لو كان مراد بينهم سمع بهذاك الشيء والله غير ينجم ينجم يعاون ويجري. وانا على بالي وانا مراد بينهم مقبل ما يولي مير مقبل ما يولي مير اقسم بالله عيط له على واحد المشكل تاع انسان اقسم بالله راح فراه وجرى وبارك الله فيه الانسان ما زكوش. لا لا شوف مصطفى جرى الانسان وعاون الانسان هذاك بارك الله فيك مصطفى ونقول له يسي يدير حاجه واحده اخرى. مصطفى البلديه عندها دور واحد صح كما قال خونا سيف الدين الاجراءات القانونيه والاداريه في حاله وفاه كاين كان حالتين الوفاه اللي مشكوك فيها تكون مقتوله ولا انتحار ولا الاخر ما تمسوش هذه قوانين دوليه.
الحاله الثانيه في حاله وفاه عاديه الاجراءات تكون تتصل برقم الشرطه ولا تروح للشرطه وتدير. احنا قلناها ونعاودوها دوك الناس اللي ما سمعوش من قبل، العائله اللي تكون عندها وفاه تكون في حاله يعني هستيريه، هذه باينه لوجيك. الان الدور تاع الاخوه تاع الجار، تاع الجار والخو هذاك اللي الجار لازم يقف مع الجار، ونقولوا الاطباء اللي في المحمديه اي محمد في لافيجلي ولا هذه اخلاقيات المهنه، ما تقوليش مريض كوفيد ولا مريض الاخر ما نمسوش، انت راك في السبيطار راك اخترت هذه المهنه، اذن قم بالمهنه تاعك كما ينبغي الحال. هكذا ها خونا سيف الدين ثاني استوعب شنو في المهنه، شاف كلش، ماشي دوك يقول الكوفيد لا انا ندير مالادي ونريح في الدار ما نخدمش. انا اخلاقيه المهنه تاعي اخترت المهنه هذه كما الشرطي خدم اختار المهنه يدافع عن الناس ولا يحمي القانون، الجيش العسكري يحمي الحدود، رجل الاطفاء ولا كما نقول البومبي يطفي النار، كل واحد اختار المهنه تاعو. هكذا الطبيب كما قال مصطفى، ما كانش طبيب يقول انا ما نمسش مريض ما نعرفوش. انت اخويا قريت 13 سنه ولا 26 سنه ولا 30 سنه ولا باش على قريت اخلاقيات المهنه تاعك، راك حالف راك فاهمني، راك تقوم بالوظيفه تاعك كما ينبغي. او خرج خونا سيف الدين على بالي مشغول، نرجع الباب من باب البلديه. انا رايي احنا نهضرون على اوروبا، خبرات تاعنا شويه في اوروبا شويه هكذا، ان بلون او سيك مصطفى خويا، ان بلون او سيك شغل حنا في كارثه بيولوجيه عالميه. كاع الدول الاوروبيه والدول حتى الافريقيه والاسيويه يتخذوا اجراءات هكذا، هذه تمس البلديه من جانب واحد اخر، يعني البلديه دير ان بلون سيك في حاله ما اذا تكون كما نقولوا احنا موت عشوائي بزاف الناس في مرحله واحده ولا في نفس الوقت. راك في محوط المحمديه كاين اجراءات استعجاليه صحيه تقوم بها البلديه، راك فاهمني شنو نقول لك؟ نعم. ما ندخلوش في الغموقات وفي القوانين كذا، قوانين هي كاع دوليه، قوانين عالميه، ماشي كانه عايش في اوروبا يقول لك الناس يهضروا اوروبا في الجزائر حاجه واحده اخرى، كاع كيف لازم نفهموا القانون برك، هذا ما كان نفهموا ونقراوه. ان بلون اون سيك ما على باليش، حنا دوك المشكله على الاقل في الديسبونسير يكون طبيب، وطبيب كيسمع الاخر الطبيب يكون مجهز عنده اللبسه الماسك ذا منا، اي مالادي يقدر يمسو ويقدر يشوفه، هو اولى من الشرطي. الشرطي حامي القانون، شرطي يدير الاجراءات كما نقولوا الاداريه لا بابراز في حال توافد كذا منا باش تقدر تفتح القبر ومنه ومنه. هذه وحده. اذن يحاول خونا اللي تلاقينا معه وقصرنا معه انا ما باش الغد ولا يكون عندي الوقت منا، خونا بيلو مراد، اس كاين ان بلون اون سيك في البلديه نجمو نديروه في حاله كيما هكذا، حاله كوارث طبيعيه، حاله كارثه بيولوجيه كيما هذه ولا مرض هذا فتاك لو ينتشر بقوه في العالم قاعيتك راك فاهمني، باش يديروا ان بلون اون سيك. شوف الدوله غير صرات هكذا غنقول لك ولا غنقول سبور غنقول كلش صح ماشي صح. اذا كاين اجراءات تقدر ديرهم، كاين اجراءات تقدر ديرهم راك فاهمني، ونرجع بون الاجراءات هذه امبو كما نقولوا احنا امبو كومبليكي تو. نرجع للجيران يا جماعه، النخوه تاع الاهل الحي ما تخلوهاش تروح منكم، شباب انتم الشباب نهضر معاكم بصفه خاصه وبصفه عامه، جارك خوك خلي لهذاك الشكليات، خلي الشكليات عندك مشكل معاه باركينغ ولا ما تهمنيش فيك، هكذا عندك مشكل معاه حاجه دارها لك انسى، في الموت ما كانش الاخر هكذا عدوك هكذا. راه حتى في ديننا في الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الموت يهودي وكان يروح له يزوره. نعم اخي زارو مريض زارو سبحان الله. خلونا من هذه الاخر، وراي النخوه تاع اهل المحمديه واهل اليدين، اهل اليدين النخوه تاعكم، وراي هذيك الرجوله هذيك النيف هكذا الوقفه، كاين اطباء عندنا ناس عندهم ثاني اطارات، عندنا ناس يعرفوا تساعدوا. شفتوا جار واش صرا معليش كوفيد يا والله خونا نعاونوك غير الخير، ربي يجيب الخير ان شاء الله الله يرحمك ده وتفضل نعاون خونا، هو مسكين في حاله فقد يماه خويا راهو ماهوش هنا كاع معاك، ماهوش كاع معاك ما يقدرش يفكر هذه هي ما يقدرش يفكر في الصواب، ولله الامر من قبل ومن بعد وكما قلت لكم ان شاء الله فيها خير. بك لي كومنتير ولا لي كومان هنايا تفضل. نعاود خونا طاهر بن يوسف قال لك سلم كاع جماعه اللي داخل الغرفه، رابح مصطفى سيف الدين صالح
صحيح. الله يعطيك الصحة خونا طه بن يوسف. طاليس طاليس الأخت ليندا واش قالت لك؟ قالت يا سيف الدين العمري يدخل في معركة تخلط ما بين التسخيرات والتدخل فيما لا يعنيه. هاي هي قالت لك باسكو راهي خدمتها. ماشي قصدت كاين حاجة اللي لازم يديرها في الشريط اللي تبينها، كاين حاجة مش يديرها في الشريط وما تعرفش. ها واش حبيت تقصد بعناية الطبيب وأخلاقية المهنة، المهنة من قام بعمل إنساني نحو الجيران والإنسانية وبكامل أنحاء التي نتواجد بها وليس بحي الكثبان فقط الذي أصبحنا غرباء. دوك هي راهي مختصت هذا الشيء، قالت لك دير شريط نورمالمون ماشي هكذا ذاك الشريط اللي يديرو. وقالت لك يا طاليس، أي تهضر معك يا أخو مصطفى، قالت لك يا طاليس الموت حق وليس كارثة، الموت تحضر. قالت لك نحن غيورون على حيتنا، احنا نغيروا على حومتنا. شكرا اخت ليندا، الله يعطيك ما تمني. شكرا. شوف حسن دوك نجاوب اختنا ليندا، هي كبيره علينا تربينا معاها، راهي كما نقولوا في وسط العائله تاعنا هي تاعنا. نعم نعم اختي كبيره، راهي راهي فاميليا هي، ما راهيش عباك، احنا بنات حومه، بنات حومه هذوما الناس الكبار ونساء وعجائن هذوما. سي حسن هذا سلام عليكم، فاهم راهم خياتنا تانيك، فاهم. نقول لك سي ليندا انا واش قلت لحسن، تعاود تولي تعاود تشوف الفيديو من بعد. انا الفيديو اللي قلت له قبيله لحسن، قلت له الاجراءات الاولين اللي يديروهم الناس هذوك كيما هذا دار حموده اللي ما ربي يرحمها ماتت له، نورمالمون الحاجه الاولى لا بريمير شوز اللي يديرها سي كوميساريه تاع المحمديه، لا بريمير شوز اللي يديروها تروح الكوميسارية، هذا هو اللي طاب الاول اللي يديروها. كملوا انتم كملوا، انا شويه هاك نجي. اوكي كملوا شويه هاك نجي. اوكي كملوا. الكوميسارية تروح الكوميسارية دير الإجراء تاعها، والكوميسارية هي تدبر عليك، تقدر تقول لك واش دير، اس تقدر هي تعاونك يجيبوا لك طبيب، اس هما يدبروا عليك يقولوا لك واش لازم ديرش ما ديرش ولا لا لا. سيف الدين انا هذا الباب نشوفها، ومن بعد حتى تبدا لانتربونسيون جايه واحده اخرى والله اعلم. لا على بالك كنا. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. على بالك كنا وكنعولوا كنعولوا الفراك الفراك نشروا امبيلونس صغيره. على بالك كنعولوا نشروا بتيت امبيلونس وتحط في الحومه اللي يسحقها الله يبارك. خويا شمس الدين عندنا بلديه يا خو تكلينا كومبيلونس علاش نشريوها؟ ها؟ كاين بلديه ما فيهاش كومبيلونس. هي هاي المشكله، هذه كنت نقول لك ان بلون اون سيك، واش كنت نقول مقبله انت خرجت. لو بلون اون سيك سي تنجم البلديه دوموندي مع المقاطعه تاع الدار البيضاء ان ديسبونيبل تاع امبيلونس في المحمديه، اللي عندنا شوف عندنا لي ستاتيستيك نسبة الناس الكبار في المحمدية ولا فلودين كاع جينيرالمون كاع عالية. إذن حنا ننتظروا الأيام القادمة كما قال حسن، هم ماتوا في أسبوع تم أمهات ربي يرحمهم، حنا ننتظروا في الأسابيع القادمة حتكون عندنا وفيات أكثر. إذن من الآن هذه الحكاية اللي مصطفى يقصر مع مراد بيلوم لا كان يدخل إن شاء الله معنا في اللايف، أسك ممكن أنا ما على باليش إجراءات كيف تكون، ينجم يدير إن ديسبونيبيتي تاع أون أمبيلونس في المحمدية في البلدية في حالة ما تكون حالة هكذا طارئة. فهمتني خويا شمس الدين؟ والله أعلم أنا رأيي، أنا نقصروا هذا اللايف رأيي، ماشي أنا نقترحوا، إحنا الغيرة تاعنا على حومتنا اللي ما نوش فيها نقترحوا برك، هذه هي. نعم نعم نعم. كاين حاجه واحده اخرى نديرو شغل ان سوسيال، ان سوسيال كيما نقولوا الكاس نوار، الكاس نوار لي فامي بور ما عندهمش اجراءات كيما نقولوا شغل مساكن قيس حال حنا ما تسناش من لا فامي تدي سي تحت هي اللي طيب هي اللي فاهمني هي اللي طيب هي اللي تسكلف نورمالمون نتجندو كامل نتجندو اللي يجيب الكراسه يجيب الكراسه اللي يجيب الطعام يجيب الطعام اللي يطيب يطيب اللي يقضي يقضي هذه هي نورمالمون راك تحكي لي على حاجه كاينه في الدين تاعنا السنه هذه بلا ما نحكيو عليها هذه السنه في ديننا خاص في الدين في السنه حرام اهل الميت يطيبوا ما تشعلش النار اصلا
باش الناس تعرف ما تشعلش النار ثلاث ايام في اهل الميت، ما تشعلش النار داخل البيت ثلاث ايام، وتغطى المرايا، تغطى كاع الصور، ينكسوا البيت باش الناس تكون تعرف شنو تكون الاجراءات. ماشي هكذا، ماشي عظم الله اجراكم ولا الله يرحمكم ولا دير لايف ولا لا لا. انسان كيدير لايف لازم يديره بقانيح، بالقانون ديالو. قال حبيت نعاون، انا نعطي انا واش نقدر نقول لكم، حبيت نعاون جوليت مون نيميرو تيليفون فوالا، بحاجه تغيبلو في حاجه نعرفها ندلو عليها نعاونو بها باش اللي قدرت. هذه هي نورمالمون صافي. سيف الدين خويا واش راك تهضر لا لوجيك هذه، راك تقول هكذا لا لوجيك تقول هكذا صح. صح شوف هي نورمالمون في الدين تاعنا لو كنولوا للدين ما ندخلوش امور تاع الدين، نورمالمون ما نديروهاش كاع في لو لايف. واش رانا نهضروا نورمالمون نديرو كلش في الستره، نورمالمون نديرو كلش في الستره. لا لا اسمح لي اسمح لي، لو لايف مليح لو لايف. نو نو ما فهمتنيش ما فهمتنيش، باش نحن باش نعاونوا ونحطوا ونديروا نورمالمون ما نديروهاش، نديروها في الستره هاك فاهم، باش نحكوا على ولاد حومه نعاونوا ولاد حومه المساكن، واحد اللي يموت نعاونوه، اللي يتزوج نعاونوه، فاهم مليحه هذه نورمالمون نديروها بالستره. من الله غالب دي فوا تتحتم، دي فوا تتحتم، لازم تدير اللايف وتبرح به. للاسف للاسف وين لحقت حنا باش نديروا هكذا لولاد حومه، للاسف الله غالب. لا لا شوف لو لايف لو لايف لو لايف الي بيان لي ريفو اي سون بيان، علاش يعرف واحد باش يتيليزيهم باسكو علاش كون ما كانش لو لايف مانيش نتصل مع خويا افهم، مانيش مع خاوتي دوكا صح، ما عنديش معلومه. علاش واش قلت لك انا كيما خويا العمري الا في سون لايف الا في سون لايف بصح نورمالمون كي دوا لي سي لا لي نتاعو اوفير باش الناس تتصل به. انا حبيت نعاون واش كيفاش ندير مع من نتصل، ما عنديش النيميروات كاع تاع ليدي، ما عنديش مع من نتصل ندير له لايف تاعي ونخلي وين وين يلحقوا لي. قال اللي يحب يعاون هاوليك لو نيميرو، اللي يحب يتصل معايا وعنده فكره في يده هاوليك وين يتصل. كيما انا تخبط تخبط عيط له عيط له عيط له صافو مريان. كل واحد وظروفه. اوجوردويما ماني خدام، ماني خدام اوجوردويما. معليش حنا باش ما نلقوش اللوم على اكس ولا ايكراك، كل واحد وظروفه. لا لا ما نلقاوش اللوم، ما نلقاوش اللوم. بس يفكر انسان يفكر خطره اخرى. بارك الله فيك، هذا ولا لا؟ ان شاء الله. انا زعما نعيط يا ودي عند كاين مشكله، زعما عندي انا مشكله. نعطيك مثال نقول لكم انا عندي مشكله جي بوزوان صاصا جو ليس ان نيميرو. شوف شوف سيف الدين والله باش ما نهضرها مصطفى ما نحكيش على اللايف باش نقولوا باللي احنا درنا ولا اخر. والله واحد الوقت جينا على الدواء انا ومصطفى وكنا كان معنا واحد اخر كريم بقنان ولا كريم بقنان هكذا يا كان معنا والله اعلم. والله باش نبعثوا الدواء كريم يا غير باش نحوسوا نبعثوا الدواء، وكان معايا مصطفى لايف هنا في الارما ما حبوش يمدوا لي هذاك الدواء، وحاولنا نعيطوا من باش نبعثوه. هنا كانت العام اللي فات فريمون الناس تحق الدواء هذاك فهمت، وحاولنا لا غالب ما قدرنا بصح كاين ناس بعثت بطريقه اكس واكراك هكذا. كيما هاد الامور كيما اللي نقدروا كيما قالك مصطفى نقدروا نعاونوا فيها، ما نهضروش حنا في اللايف باش نقولوا انو نديروا، حنا نديروها لله في سبيل الله، حنا تربينا على هذا الامر يزيدوا اعمالكم في السر والكتمان ما نحكيوش عليه. صح قضيه امبيلونس في المحمديه عندك فكره، بصح دوك تقول الناس تقول له راك تعرف حنا خويا سيف الدين ما تفهمنيش غلط، حنا عندنا حساسيات، حنا جزائري كي تقول له اعطيني 1000 راك يتوسوس منك. نعرف لك صح خويا سيف الدين معايا ولا ماكش معايا، حنا تقول له شوف قول له كلش قول روح معايا يجيك معايا قول له اعطيني 1000 راك 5000 يتوسوس منك، يقول لك هذا حبيت دير تاوي على ظهري. هذه حبيت نيفيتيوها كاع. حنا عندنا بلديه اسك نسخسيو احنا السؤال حنطرحوه دوكا وان شاء الله يكون خونا مراد يسمع فينا، اسك اون بي فير ان بلون او سيك كيما قلت لك عليه، يحطوا ديسپونيبيتي دي ان امبيلونس في البلديه كي تكون كش ما عفصه كاع تيطوات المحمديه لا فيجري لي بان لي دو وين كاين برقم اخضر ولا رقم تاع واحد تاع امبيلونسي بورطاب كيما درت التنيميرو تاعك هكذا. ما شاء الله فكره شابه بصح محمديه قال اي حاجه عيطوا في النيميرو رقم هدايا الا ما كيشوفش كيعرقوا
يا رابح يا رابح شوف اسمح لي كلامك هو الكبير نقطعك ها هو سيف الدين الى دوني ان بون اكزومبل هكذا داري نيدي شوف ها هو جات سبابه جات سبابه جات يونيدي دوك هكذايا من ولاد حومه كيشوفوا ما على باليش ربي يطول كاع في عمر والدينا انا والدينا ميتين الله كما قال الله يرحمهم اللي مازالهم انا نديرهم شكون نعتبرهم والديه ثاني كلام في الحياه ربي يطولهم في عمرهم قدر الله ما شاء فعل الدنيا هذه اليوم ولا غدوه كاع نروحوا لهذيك الطريق قدر الله ما نقولوش يماك ولا باباك نقول خوك اختك وليدك في الحومه كما قال سيف الدين مات مات واش ندير لا في التليفون ديريكت دير سيدي او لسيف الدين ديريكت ما تلفليش روح لسيف الدين هاو هاي حاجه مليحه راه مد التليفون او مد معلومات عيطوا لي ولاد حومتي عيطوا لي هاي بون ايدي بصح حنا نولوا لحاجه واحده اخرى نولوا لحاجه واحده اخرى يا راك تقول نتعاونوا نحطوا هذه علاش كنا نهضروا باش نديروا حنا ما راش نديروها لحاجه واحده اخرى نديروها يا خويا في عود تزكي دراهمك نزكوهم في ولاد حومتنا لينا خلوهم لينا تاع الزكاه تزكي دراهمك هل نزكو دراهمنا نزكوهم نديروهم في انكاس دراهم الزكاه تاعك زكي دراهمك خويا عندك مليون زكيهم زكي 1000 راك 5000 7000 زكيهم نديرهم في انكاس انكاس صغيره نخلوك شي واحد وليد فاميليا اللي يستاهلها مولا خير مولا ثقه نعطوها له نقول له هاي لك تصرا عندي سي دي سي هذاك ديروا له عشاء بهذوك الدراهم نديروا عشاء في دار فلاني ولا فاهم نجيبوا زوج نساء ولا ثلاثه ولا اربعه نساء اللي يطيبوا نديروا بهم ونفتقوا بهم يا خويا جزاكم الله خير ولا لا لا سيف الدين يسحق واحد الدواء يسحق واحد الدواء اي كان ان كان صغيره يروح يجيب احنا نعاونوا منا الدواء نجيبوا منا ما على باليش تسحق انا يا امبيلونس كما قال سيف الدين كان امبيلونس بدراهم هادو تسحق ما على باليش انا يا الدراري مسحقين حوايج تاع العيد مين الله غلط ماما ما نهضرهمش في اللايف ما نهضروش على العيد مي هما راهم يحتموا علينا نديروا هذا الشيء هما ما يحتموا علينا فهمت ماما هادو نديرهم كاع في الشطره ما يحتموا الله غالب ما على باليش حنا كيما نقولوا لولايف هذا نديروه ماناش نديروا بوليتيك حنا وني با كاليفي باش نهضروا بوليتيك حنا نهضروا غير على درنا اللايف غير على الحومه حنا ماشي تاع بوليتيك خاطينا سياسه حنا ماشي سياسيين حنا نهضروا على الفوتبول ونهضروا على الحومه على الوسخ والزبل والفوحه علاش نهضروا عليها هذا ما كان وليد حومه يمرض وليد حومه يتزوج نعاونوه وليد حومه يتلق نعاونوه وليد حومه يمرض نعاونوه وليد حومه يموت نعاونوه افهم هم الحوايج اللي ملاح بين روحك ماشي تجي تبين روحك في اللايف باش تقول هاك نصدق نعطيك 10000 راني صدقت 10000 لا صدق كي تحب تعاون عاون في السطره كي تحب تعاون عاون في السطره هذا ما كان ما لازمش دير البس راني صدقت ولا شريت كبش بين في الله والله على شي كبش راني شريته في العيد لقيته الفلاني لا اكثر ديال الخير ديرها بالسطره شري كيلو بانه لجارك اعطيه له بالسطره باش ما يشوفوش الجار الاخر شري سلوه لوليد فلان اشريه له بالسطره 800000 مدها بالسطره حنا رانا نقولوا علاش ما نديروش ماناش نبينوا في روحنا علاش نروح نديروا نمد حتى دراهم نتعاونوا ما نديروش ماناش نديروا مزيه في روحنا هي نورمالمون اوبليغاتوار نديروا هذا الشيء كي نقولوا الصح في الدين تاعنا لازم نتعاونوا باش نقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسع على الجار حنا ماناش نطبقوا واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم كاع ماناش نطبقوا بتاتا ماناش نطبقوا رانا اور الدين كاع رانا خارجين على الدين ماناش نطبقوا على الدين قال لك قال له في الحديث صحيح ما زال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت انه سيورثه حيدخلوا في الميراث فهمت قيمة الجار هذه كنا نهضروا عليها لازمنا سويع ماشي لايف لايفات على كل حال انا نقول لكم بارك الله فيكم على هذا اللايف اخونا سيف الدين ربي يجازيك وربي ان شاء الله يطول في عمرك ويعطيك يصلح لك في الدرية يصلح لك ان شاء الله في الاهل ثاني مصطفى ربي يبارك فيك ان شاء الله ثاني بارك الله فيكم على كل حال اخونا حمودة نقول لك ربي يعطيكم الصبر لله ما اعطى ولا ما اخذ وكل شيء عنده بقدر فلتصبر وتحتسب ان شاء الله ربي يجعلنا من اهل الجنه وكل موتنا وموت المسلمين وش نقول لكم يا خويا كملوا اللايف انا يا غدوه خدام ربي يحفظكم شكرا على ان شاء الله ربي يخليك خويا في سيف الدين نشوفك في ساعه الخير ان شاء الله خويا سيف الدين بارك الله فيك مصطفى السلام عليكم هذني خويا مصطفى قلت لك هذه هي وحدين نتعاونوا وخلاص هذه كيما نقولوا هذه تعلمنا حوايج بزاف
إنسان يدير حاجة يقدر لها، ما يتقلقش، ما يتهورش، يسيت فاش يسقمها، وهذه هي هذا بهذا وهذا بهذا حتى يفرج ربي تو سامبلومون، يرفع ربي علينا هذا البلاء. والسلام عليكم، هذا واش نقدر نقول. هذا ماك الله ربي يجيب ساعة الخير ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين. ها لك، لو كان حنا كيما انا في الغربه، راكم ماشي السبات كيما يقولوا تاع العمري اللي هو يدير في ليلاف، والله ما نسمعوا. خرج